في ديسمبر في 7 ديسمبر من عام 1941 وأحداث 7 أكتوبر هو يوم سوف يبقى في مخيلتنا. لقد كانت إجازة اليهود وكان اليوم قد بدأ بصورة مثالية، ما من غيمة في السماء، آلاف من الجنود الإسرائيليين الذين كانوا يحتفون في حفل موسيقي في مكان مفتوح، وفجأة في الساعة 6:59 مساء كان الأطفال ينامون في بيوتهم وفجأة تحول المشهد إلى جحيم. 3000 إرهابي من حماس دخلوا إلى إسرائيل وقاموا بقتل أكثر من 1200 شخص من 20 دولة بما في ذلك 9 أمريكيين. بالمقارنة مع عدد سكاننا فإن هذه النسبة تشكر أحداث 11 من سبتمبر.